إيميليا داير. إيميليا ممرضة اقتلت وسوت جرائم فظيعة. قبل أن نبتدي بالموضوع، كل اللي عليكم اشتركوا في القناة وطقوا لايك، وما راح تخسرون فلوس، اللايك ما راح يخسركم شيء. يلا نبتدي. دخلت إيميليا في مكان أنه يعتني بالأطفال الغير شرعيين، فيعني أي أم مثلا تبي تتخلص من ولدها تروح توديها حق إيميليا، أو اللي أم مثلا فقيرة ما تقدر تكمل مصاريف عيالها وكذي، تبي تضمن لهم أنه يأكلون ويرقدون في مكان، فكانوا يودونهم حق إيميليا. إيميليا هنيش كانت تسوي؟ إيميليا تقول لهم أوكي بضمن لكم مستقبل عيالكم وبكبرهم وكذي. كانت تأخذ الأطفال من عندهم وبس، هما تعرف لأهالي بس من يودون عيالهم، بس يبون الفكية يعني منهم بالمختصر المفيد، فكانوا يعطونها وواثقين فيها أن هي بتعتني فيهم. بس هي إيش كانت تسوي؟ كانت تيوع اليهال، ما تعطيهم أكل إلى ما يموتون، وبعضهم كانت تضربهم مادة الأفيون الى ما يموتون. ليش؟ حق توفر الفلوس وتصرفهم على نفسها، وكانت تصدر لهم شهادة وفاة انهم ميتين من الحمى او ان ميتين من سوء التغذية، الى ما وصلت سنة 1878. هني صار اللي تشوف اللي يصدر شهادة الميتين كان دكتور. كل مرة شك بالموضوع، كل مرة تيب له طفل شك بالموضوع هو، فاتصل حق الشرطة وقال لهم ان موضوع شوي في يعني الموضوع فيه شك. فيو الشرطة هني وسووا تحقيق واتهموا إيميليا ان هي كانت هامل الاطفال، يعني ما كانت يعني تحط لهم البال، وحكموها 6 شهور سجن. ما يعني دققوا بالموضوع، قالوا ان هي كانت ان عندها عدد وكانت تهملهم، من كذي توفوا. خلصت 6 شهور وطلعت إيميليا من السجن. عقب ما طلعت إيميليا فكرت، قالت لازم أواصل، فقررت تغير اسمها. فغيرت اسمها، سمت روحها السيدة سميث، وجلست تسوي إعلانات وأنشرت إعلاناتها وحطتهم. والمهم أنها غيرت بعد المدينة أنها هي راح تتبنى عيالكم وتعتني فيهم. هني غيرت طريقة القتل تبعها من الخنق والتيويع، فسوت الحين سوت لهم ان الاطفال الرضع كانت تحط عليهم نفس الستيكر كذي هاللون ليه ما يختنقون ويموتون، واللي شوي اكبر كانت تاخذ الخيط مال الخياطة وتخنقهم فيه. المهم تمت واصلت على هاي الشيء، واول ما يموتون ما تبلغ الشرطة او شيء، تحطهم في شنطة وكانت تقط اليهال في نهر التاي ميرز. المهم الى ما يا احدى الايام كان في واحد من البحارة قاعد يبي صيد سمك من ذي النهر، فجأة شاف شنطة، صار الفضول شنطة يعني في النهر شي هاللون طافحة، فاول ما راح حق الشنطة فتحها اكتشف فيها ان جثة طفل. هني ريال انصدم انجلط، شو اسوي الى ما اتصل حق الشرطة، قال حق الشرطة انا لقيت جثة طفل. يو الشرطة ويشوفون الجثة وذي، شافوا في الشنطة هيش كانت شنو ناسية إيميليا؟ ناسية توقيعها ان هي كانت تتبنى الاطفال. سووا الشرطة هني، قاموا وراسلوها باسم سيدة وهمية ان هذه السيدة تبي إيميليا تبنى طفلها حق يصيدونها. وقامت إيميليا طرشت لها رسالة، قالت لها ما عندي مشكلة تعالي هاي المكان، وحطت توقيعها السيدة سميث. فأول ما راحت إيميليا ذي المكان تنتظرها، ياو الشرطة وألقوا القبض على إيميليا. ألقوا القبض على إيميليا في سنة 1896 في شهر 5. قدموها حق المحكمة مع الاعترافات وذي، طلعت قاتلة. تخيلوا كم اللي قاتلته؟ 400 طفل قاتلة.
شهر 6 في اليوم العاشر سنة من سنة 1896 أعدموها شانغ لما ماتت. يعني تخيلت شنو قلب هذه اللي تأخذ اليهال وتخنقهم وتقتلهم، يعني شنو ذي القلب. هذه كان الجزء الأول من ممرضات قاتلات. لا تنسون تسوون لي لايك، سوون شير، أهم شيء اللايك، واشتركوا في قناتي، و سي يو جايز. بحط لكم تحت روابط حق التيك توك اللي ما ضافني يضيفني، والسناب شات والانستغرام. سي يو.